السلام عليكم ورحمة الله. هذه الخطرة غندير لكم فيديو بالعربية باش نستوعبوا مزيان باش نفهموا باش مابقاش مشكل عندنا باللغة حنا قربنا الامتحانات. دابا هذا الفيديو راه ندوزو غير بها الامتحانات غنشاهد قبل الحذف باش نكونوا واخا. غنبداو غنتكلموا على الديوانة. الديوانة غنسميوها لي دووا دو دووان، واجبات الديوانة لي دووا دو دووان. شنو خصني نخلص للديوانة؟ ألوغ لي دووا دو دووان بلاش كيتكونوا كيتكونوا كأجزاء. أول جزء هو دوا دامبورطاسيون، غنوصلو بالدائم واجبات الاستيراد، حيت السلعة ملي كندخلوها للبلاد خصنا نخلصو عليها الديوانة. واجبات الاستيراد شنو هي؟ دوا دامبورطاسيون هي واحد النسبة مئوية كتعطى لنا لي جور ديكزامان، كنضربوها في لافالو دو دوان. السؤال شنو هو لافالو دو دوان؟ هي قيمة السلعة قدام الديوانة. تخيلوا معايا دابا جبت السلعة في البحر في الباطو، تقامت عليا في السيف والديوانة هو هنايا، كنهبط السلعة كتسمى ديباركومون وكنزيدها حتى نوصلها قدام الديوانة كتسمى مونيتونسيون بورتوغ. كيطرح لي السؤال شحال تقامت عليك السلعة؟ كنقول له تقامت عليا السلعة وصلت في الباطو وهبطتها وجبتها قدامك. كنسميو حنا في التيرم تكنيك ديالنا اكوناج. دونك لا فالور اون دوان في الماريتيم هي السيف لو ساكوناج. هادي اول شيء. لي فرود دابا السيف تقامت علينا 900 ولا كوناج 100، شحال هي لا فالور اون دوان؟ 900 زائد 100 غنقولو لا فالور اون دوان هي 1000. اذا باش نحسبو الدوا دامبورطاسيون لي فرود عطاونا البورسنتاج هو 10%. 10% ديالاش؟ ديال 1000. دونك 1000 مضروبه في 10.